FEYNLAB ليذر تريتمنت، FEYNLAB فابريك كوتينج، منتجين من اهم المنتجات للحمايه الداخليه. اول منتج هو ليذر تريتمنت او حمايه الجلد، عباره عن بلسم خاص بحمايه الجلد وسهوله التنظيف من الاوساخ. اللي يقول لك ان المنتج ده بيحميلك سيارتك من عدم الاتساخ، كلام مش صحيح. مفيش منتج حتى الان توصلنا اليه يقدر يحمي جلد السياره من الاتساخ، لكن المنتجات الخاصه بحمايه جلود السيارات بتضيف لمسه نعومه على الجلد وتحافظ عليه اطول فتره في حاله رطوبه، وبتمنع تشققات الجلد بعد فتره من ظهورها، نفس الوقت بتسهل لي التنظيف فيما بعد. المنتج الثاني وهو منتج الفابريك كوتينج، المنتج بيتم تطبيقه على الكراسي من نوعيه الفابريك او المخمل او القماش، نفس الكلام على الارضيات. بيساعد في التمازج مع بعض في جزيئات صغيره ويمنع عمليه امتصاص الماء والسوائل باقصى درجه ممكنه. اللي هيقول لك ان المنتج ده هيخلي الدواسات عندك او الارضيات عباره عن بلاستيك مش ممكن تمتص اي شيء، ده شيء مش منطقي. هو بيصعب عمليه الامتصاص قدر الامكان، وبيدي لك فرصه انك لو عندك امكانيه تنشف المنتجات دي قبل امتصاصها هيكون شيء اسهل عليك. في النهايه المنتجين بيقوموا بالمساعده في الحمايه الداخليه، منتجات مهمه جدا بتكمل عائله FEYNLAB. لو حابب تعرف اكتر عن المنتجات دي انقر على الرابط اسفل الفيديو، وتعرف اكتر على الطريقه اللي بتستخدمها لحمايه سيارتك في باتريوت اوتو ستوديو.